أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن إطلاق باقة عمل جديدة لتسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة. وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: أطلقنا قبل فترة مشروعاً لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية، واليوم نطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع باقة العمل الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة. المشروع الجديد سيوفر 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذين يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات. ويختصر المشروع 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة. شكرنا لجميع الجهات الاتحادية والمحلية التي تعاونت لإنجاز هذا المشروع، وستستمر مسيرة الحكومة في تصفير البيروقراطية واختصار الإجراءات وتسهيل حياة الناس.